طبعاً إحنا مبسوطين كتير إنه صادفنا هذا اللقاء في الأردن، الشبكة الوطنية الأردنية الذي يرأسها المعهد الملك الدراسات الدينية اهتم كتير بأنه يستضيف هذا اللقاء في الأردن، كون الأردن فيه مؤشرات لفن فريد من نوعه لتمتعه في التنوع الثقافي. ففي عنا كتير من الفنانين الموجودين المحليين الأردنيين، وعنا فنانين عراقيين وسوريين ومصريين وفلسطينيين وغيرهم من الفنانين اللي بيغني هذا البلد وبيخلي المشهد الفني غني بالكامل. فحبينا أنه نعمل هذا النشاط وهذا النوع من التدريب في الأردن، كمؤسسة الأنالين طبعا مشكورة ودعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج دورك، أنه قدرنا نجمع هدول الشباب اللي هم قادة في الثقافيين في الوطن العربي يجوا ويتدارسوا ويتناقشوا ويطلعوا يتعلموا كمان ويتدربوا على كيف بناء استراتيجيات في العمل، كيف يقدروا يستخدموا العمل الثقافي في التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم. فإحنا هلا في ضمن هذه الدورة خلالها، وإحنا كتير نجد إنه هدول السيشنز كانوا مفيدة كتير، كانوا مدربين القائمين عليهم مدربين جايين برضو من الوطن العربي، جايين من مصر ومن فلسطين ومن لبنان وفي منهم من الأردن وغيرهم من البلاد العربية الجزائر والمغرب، وهم كلهم قديرين وعمالهم يصير في تبادل ويصير في تناقش وحوارات مع بعض اللي عمالها تغني كل الأفكار وعم تجمع الشباب مع بعض يطلعوا إن شاء الله بمشاريع فيما بعد اللي بتفيدهم بتفيد مجتمعاتهم بتفيد الوطن العربي كله بالكامل. طبعا بنعرف احنا قديش اهميه الفن بشكل عام، اللي هو الانسان في طبيعته الادراك تبعه متنوع، يعني ممكن الواحد في انسان عنده الادراك البصري الادراك السمعي يترك عنده اثر يمسه من الداخل ويترك عنده انطباع اكبر لكل انسان. فالعمل الفني له كتير قيمه، ما بدي احكي انه يعني هي قيمة أسمى من المعلومات اللي الواحد بس بيعطيها أو النقاشات العادية اللي بتصير في أي منتديات بتصير. فالعمل الفني هو بيحكي بحد ذاته وممكن يوصل الفكرة بطريقة غير مباشرة، لكن أثرها بيكون فعال وبيكون بيقدر يغير وبيقدر يضيف أكتر، وهو بترك أثر أكثر في عند الإنسان. فهذه أهمية الفن اللي هو اللي جاي منه هذا المغزى كله من هذا اللقاء، وإحنا يعني نتمنى إنه هذا الاجتماع يطلع بمشاريع بعدين نستمر فيها ويصير في لقاءات تانية في المستقبل وفي الأردن، ويكون هو اللي عماله يمتد أثره وإن شاء الله يعني مجتمعاتنا ويصير في لمصلحة الوطن العربي ولسلامه ويكون إن شاء الله مستقبل ناجح.